انت ناويه نكت بقى النهارده يا ليلى مش كده؟ على العموم بقى انا جايه عشان اروق دماغي واخلي المبروكه تشوف لي الفنجان. انت بتتريقي عليا ولا ايه؟ طب هتشوفي دلوقتي ان كل كلمه اقولها لك هتطلع صحيح. يا حرام دي صدقت نفسها بجد تخيلي. ايه يا بنت مالك بتبصي كده ليه؟ خوفتيني. انت مش محتاجه حد يقرا لك الفنجان، انت نجمك مقفول. وايه الجديد في اللي انت بتقوليه يا اختي؟ ما احنا النحس راكبنا راكبنا، فين الجديد بقى؟ سرك مفيش حد غيرك يعرفه، واللي بتتمنيه جايلك جايلك، بس مش كل اللي جاي سند ليكي. كملي قولي قولي. قلبك هيحب وجسمك هيتمنى وعينك هتشوف، بس هو زعلان منك. مش هيفضل زعلان كتير. قلبك يا علي، الدنيا مش محتاجة أكتر من لقمة ولادمة وراحة البال. أميرة أخباره إيه؟ إيه ده يا بنتي عليا ده؟ ليه لخبط وشك بالمنظر ده؟ وأنت يا بت إيه اللي عمل في وشك كده؟ هو أنت كنت بتشربي القهوة ولا بتستحمي بيه؟ بيتك يلا يا مرووشة. هيمشوا 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 دلوقتي هيمشوا.